Sharp, I said to me when my mind said, it's so difficult. حين يتعلق الأمر بحلمك فكن أصما تماما ولا تفتح مجالك السمعي لأصوات ضحكاتهم السافرة واستنقاصهم حتى تكون أنت من يبتسم في النهاية. الأماني في متناول الجميع ولكن لا يفوز بها إلا أهل العزائم. لا تنهزم مهما عصفت بك رياح الحياة، فبثبات تأكد إن بعد التعب سترتاح، وبعد السهر ستنام، وبعد الشدة سيأتي الفرج. امضي قدما ولا تبالي. ما يدفع الإنسان إلى النجاح لك عن نفسه الجرأة في التفكير. فكر مثل ما تريد، احلم بكل الأشياء الممكن والمستطاع، اسرح بخيالك بعيدا. النقطة الثانية، الجرأة في التنفيذ. غامر بالممكن، تجرأ على فعل الأشياء. النقطة الثالثة، الجرأة في تقبل الفشل. النجاح ما يجي من مرة واحدة، ممكن تفشل مرة مرتين ثلاثة ألف وبعدها ممكن تحصل النجاح الذي تنتظره. سلام عليكم.